أكثر الأغاني اللي حققت جماهيرية في منتصف الأربعينيات على مستوى الساحة الغنائية البوسطجية اشتكوا. الأغنية اتغنت في منتصف الأربعينيات لكن هي فضلت أيقونة أو فضلت الأغنية تقريبا رقم واحد في تاريخ فنانتها اللي هي رجاء عبده. هذه الأغنية لحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغنتها المطربة رجاء عبده وبتعتبر من أشهر أغانيها. هذه الأغنية لها قصة طريفة. سنة 1945 تحديداً قرر محمد عبد الوهاب عن طريق شركته عبد الوهاب فيلم أن ينتج فيلمه الأول الحب الأول، واختار جلال حرب ورجاء عبده. محمد عبد الوهاب كان بيحب حنجرة رجاء عبده جداً، وكان محمد عبد الوهاب حتى بيقول عن حنجرة رجاء عبده تحديداً أن هي تشبه تربة مصر الخصبة. عبد الوهاب ده إنتاجه ومقدم جلال حرب، وده كان مطرب مهم وكان أحياناً بيلحن كمان، وبالتالي كان فيه مجموعة من الأغاني الرئيسية موجودة في الفيلم وقتها. فطلب عبد الوهاب من أبو السعود الإبياري فكرة أغنية معينة يتم كتابتها المشهد في الفيلم، وشرح له بالفعل المشهد ده. فعايز عبد الوهاب يلحق يلحن لرجاء عبده. عبد الوهاب أساسا متردد في التلحين، يعني عبد الوهاب بيستغرق زمن، وعبد الوهاب يعني ما بيلحنش لأي حد، فبيلحنش للصوت هو مقتنع بيه، وهو مقتنع بصوت رجاء عبده من زمان، من سنة 32 لما شافها أول مرة. فطلب فعلا من أبو سعود إنه يكتب. أبعت مرسي وأكتب جوابات واستنى وأقول لو غاب اثنين راح يجي ثلاث والصبر يطول والعمر وبيفوت يوم ورا يوم ما بشوفش خيالك ولا في النوم. وفي الوقت اللي كان موجود فيه أبو السعود الإبياري على المقهى في منطقة وسط القاهرة مع صديقه المخرج حسن الإمام لما كان في مطلع حياته الفنية، كانوا قاعدين في مقهى مواجه لملهى بديعة مصابني. بديعة مصابني دي أحد يعني أيقونات وعلامات الفن المصري كله، هي طبعاً لبنانية ولكن الإبداع جاء في مصر. جمهور القاهرة كان بيتهافت على حفلات بديعة مصابني، وكان بيشتري التذاكر بشكل حصري كل ما يطرح حفلة لبديعة مصابني، كانوا بيلقبوها وقتها بملكة المسارح. فكان الفنان حسن الإمام بيشتكي لأبو السعود الإبياري عن ضائقة مالية بتمر بيه. المنطق إن حسن الإمام هو لسه صغير مساعد مخرج، كان محتاج الفلوس ممكنة. وهم قاعدين مر قدامهم ساعي البريد كان متزمراً، وعبر عن تذمره بصوت عالي مش عاجبه الحال. فالبوسطجي بيشكو من كثرة الجوابات، متضايق قوي انه كل يوم عمال يجيب كمية كبيرة من الخطابات والجوابات للست بديعة مصابني في الملهى بتاعها، وهو يعني بيشتكي حاله انه هو تعب قوي من كتر ما بيجيب هذه الجوابات. فالبوسطجي اشتكى وقال البوسطجية اشتكوا من الجوابات الكتير جدا اللي بتوصل للفنانة بديعة مصابني في الوقت ده. خطابات في ذلك الوقت كانت هي الوسيلة الوحيدة للتواصل، يعني طالما مش قادرين يقابلوها شخصيا فعلى الأقل يبعتوا لها يعبروا عن إعجابهم. كانت الجواب هو الوسيلة، وسيلة التعبير الأولى لقياس الرأي العام في مصر هي الجوابات. فكرة إنك أنت يجيلك بالمعجبين جوابات كان ده هو رقم واحد عند الفنان. لكن المشهد ما عداش على أبو السعود الإبياري. فكر كده وراح كاتب كلمات أغنية البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيل. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيل من كتر مراسيل وعيوني لما بكون دابت منازيل دابت منازيل. فبالتالي الجملة دي ألهمته مدخل الأغنية وقرر انه يستكمل باقي الاغنيه على نفس المطلع ده. ابو سعود الابياري اي كلمه تبدو عابره في الحياه هو لا بالنسبه له مش عابره، بيبقى عندها زخم وعندها عمق، اي ومضه كده تعدي يحيلها الغنوه ناجحه. فبالطبيعي انه مشهد زي مشهد البوسطجي امام صاله بديعه مصابني وهو قاعد على المقهى انه يلفت نظره المشهد ده ويقرر يحتفظ بيه كمطلع للاغنيه اللي طلبها منه محمد عبد الوهاب وقتها، ده بيدل على الذكاء الفطري لابو السعود الابياري، وانه قادر ان هو يلقط من الجمل البسيطه والحال العاديه مصدر الهام يحوله لاعمال فنيه او افلام سينمائيه كبيره موجوده في التوقيت ده.
قرر محمد عبد الوهاب انه يشتري الاغنيه من مؤلفها الاصلي ابو السعود الابياري ويدفع له 10 جنيه مقابل الاغنيه. المخرج حسن الامام عايز دعم مالي وهو بيفكر ازاي يدبره له، فجت الحكايه قدامه فلقاها وسيله، يعني حتى الاجر اللي خده عن الاغنيه ادهوله، يعني ما يعني حلت المشكله، الاغنيه حلت المشكله. يعني الاغنيه في البدايه اترفضت من ملحن الاغنيه نفسها ومنتج الفيلم، وتم اعتراض بعد كده كمان من المطربه نفسها على الاغنيه او على الكلمات الخاصه بالاغنيه، وشافت ان هي اغنيه شعبيه مش متناسبه مع فكره العمل اللي هي بتقوم بيه. والغريبه بعد كده بالوقت ان الاغنيه اصبحت اشهر اغنيه في تاريخها الموسيقي كله، هي اغنيه البوسطجيه اشتكوا للفنان رجاء عبده. البوسطجيه دي اللي انا شهرتني دي ما كنتش هغنيها. جه الاستاذ عباب قال لي في اغنيه اسمها البوسطجيه اشتكوا من كتر مراسيلي، فعايزك ايه تغنيها في الكباري، انت في كباري تشتغلي، فالمفروض ان انت هتأدي حركات طبعا ايقاعيه كده مع الاغنيه دي. قلت له لا انا ما اشتغلتش بوسطجيه. ايه البوسطجيه دي من جبالي؟ قال لي بس اسمعي رجاء ارجوك وشوفي ما كانتش الغنوه دي تكون سبب في شو يعني في مجدك بقاش انا عبد الوهاب. قلت له لا ما غنيش ولا عايزه مجد ولا عايزه ولا ايه زرجنت. لكن مع الحاح محمد عبد الوهاب وانه فكرها ان ممكن بنت من الكورس تغني الاغنيه بدل منها، لما سمعت رجاء عبده الاغنيه بالفعل اعجبت بيها جدا وقررت ان هي تغنيها. دي هو بقى البنت من بنات في الكورس، وصدفه انا كنت في الاستوديو وسمعت الغنوه دي من البنت دي. انا سمعت الغنوه دي وانا اتجننت عليها، قلت له لا انت عندك حق يا استاذ عبد الوهاب بالظبط انا كنت غلطانه. وايه وفين وفين لما بقى هو بقى زارني يقول لي مش هديها لك، قلت له لا عشان خاطر اديها لي، اديها لي لغايه ما اداني. ما كنتش هغنيها. انا سمعتها من البنت اللي كانت في الكورس دي وغنيتها وكان سبب شهرتي الغنوه دي. لو ليا جناح انا كنت اطير وافرح بلوهاك، افرح بلوهاك بالفرقه ادب واساها كتير يا ظالمني معاك، يا ظالمني معاك. لو يا جناح أنا كنت أطير وأفرح بالوقت، أفرح بالوقت بالفرقة. فالأغنية دي فتحت لها باب الشهرة من أوسع الأبواب، يعني حققت نجاحاً يعني فنياً جعلها نجمة ساطعة بين عشية وضحاها كما يقولون، لدرجة أن النقاد بعدها كمان في الصحافة كلهم أطلقوا على رجاء عبده بعدها مطربة البوسطجية نتيجة للنجاح الكبير اللي حققته الأغنية. كلمات أغنية البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي كلمات سهلة وبسيطة وممكن تيجي على لسان أي حد. الأجمل في الأغنية هو استخدام أبو السعود الإبياري للمفردات البسيطة جدا المباشرة جدا اللي يقدر يفهمها أي شخص واللي يقدر يحسها بشكل مباشر جدا، خصوصا أن مفردات متداولة جدا في الحياة المصرية وقتها زي البوسطجية أو المناديل أو الدموع. أظن أنه قرب الفكرة للمستمع أو المشاهد بشكل كبير جدا وقدر يختصر الحالة الفنية كلها اللي كانت في ذهن محمد عبد الوهاب واللي في ظني ان ابو السعود الابياري ترجمها على افضل وجه. محمد عبد الوهاب لما قرا الكلمات شاف انه التيمه الشعبيه او اللحن البسيط الشعبي هتكون ابسط طريقه توصل بيها للجمهور في التوقيت ده، خصوصا بعد عرض الفيلم. في الواقع الأغنية دي لما نجحت طبعا حققت نجاح جميل كبير، خصوصا في الأول في السينما وبعدين بقت في الإذاعة، وبعدين كان بتذاع كتير في الراديو على فكرة، يعني غنوة نفسها كانت بتذاع في الراديو كتير، لدرجة إن المستمعين في الإذاعة بقوا يطلبوا من مديرين الإذاعة إن هم يذيعوا الأغنية طول الوقت، وإن هم يطلبوا في حفلات رجاء عبده اللي بتبث بشكل مباشر على الهواء في الإذاعة إن هم يرسلوا لمجلة الراديو المصري الموجودة في التوقيت ده باعتبارها المجلة الأساسية للإذاعة المصرية إن هي تطلب من رجاء عبده إن هي تغني أغنية البوسطجية اشتكوا تحديدا. بعد ثورة 23 يوليو 52 والد عبد الناصر كان في مصلحة البريد، بوسطجي أو موظف مش دي المشكلة، لكن إسرائيل استغلت الحكاية وبدأت تذيع البوسطجية اشتكوا وكأنها بتسخر من جمال عبد الناصر، فقررت الدولة من خلال الإذاعة منع الغنوة. أنا شمع وجسمي اتدمع
لكن من وجهة نظري لم تكن ممنوعة بقرار سيادي من الدولة، كان باجتهاد، لأنه الرئيس نفسه ما خدش باله إنها ممنوعة. وقد يكون أعداء الثورة حبوا يتعرفوا جمال عبد الناصر، فلك ده حتى مكسوف من وظيفة أبوه. بعد كده لما بتهدأ الأمور اتزاعت. ارحمني يا قلبي، ارحمني يا قلبي، وانت هواك، انت عيوني قلوب ضماء، والبوسطجية اشتكوا. البوسطجية اشتكوا حققت نجاح طاغي جدا في مصر اكتر من نجاح الفيلم. الفيلم مات ولم يتبقى سوى البوسطجية اشتكوا، وده اكبر دليل على نجاح الاغنية وتأثيرها في الناس. البوسطجية اشتكوا تحديدا اظن ان هي هتفضل لفترة طويلة بيتم استعادتها من وقت للتاني، يعني من اكتر من 80 سنة، ومع ذلك لسه عايشة، لانها بتمس الروح الانسانية بشكل عام.